جبلي المهدي مندوب جمعية شعلة للتربية والثقافة. تنحتفلوا هذا اليوم بافتتاح السنة التربوية الثقافية لجمعية شعلة للتربية والثقافة 2019-2020 اللي فيها برنامج متنوع، كاينة رياضة بطبيعة الحال كما شفتوا، كاينة إخوان فنانة اللي هما شباب مدينة آسفي، كذلك كاين فنانة في الفكاهة اللي هو قهوة وحليب اللي تنصطاد فيهم اليوم من أجل الانفتاح على المدينة والطاقات والكفاءات اللي تتفخر بها مدينة آسفي. أول نشاط لنا اللي حاولنا أنه يكون موسع كما كان ديجا من قبل الحفل الختامي اللي كان في السنة الماضية اللي اقتصرنا عليه فقط على الأطفال المنخرطين داخل المؤسسة، وكان حفل ناجح ولقى واحد الصدى طيب، لهذا اللي شجعنا أننا نقوم بهذا الحفل على هذا المستوى اللي الحمد لله عطى الإشاعة ديالو إعلاميا وإقليميا، وشكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لي طيب الشرف هذا المساء كي تكرمني جمعية الشعلة للثقافة والتربية، ولا يسعني بهذه المناسبة الطيبة وهذه الالتفاتة النبيلة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لهذه الجمعية، جمعية الشعلة للثقافة والتربية، اللي كنعرفوا دائما أن من الاهتمامات ديالها العمل على تربية الناشئة وتثقيفهم، وأعتقد أن تاريخ هذه الجمعية لا على المستوى الوطني ولا على المستوى المحلي يجعل أي إنسان يكرم خلال افتتاح السنة التربوية والثقافية بالنسبة لهذه الجمعية إلا أن يكون فخورا، وخاصة نعلم جميعا أن مجموعة من الشباب الواعدين والفاعلين يعني يشتغلون في هذه الجمعية يعني بإرادة قوية من أجل العطاء، من أجل البناء، من أجل المساهمة الفعالة والفاعلة في تنشئة أبنائنا. إذن نجتمع اليوم في هذه الأمسية في إطار حفل اختاره الإخوة والأخوات في فرع جمعية الشعلة أن يكون مفتوح للعموم، وهو حفل ندشين به الموسم الثقافي والتربوي لجمعية الشعلة للتربية والثقافة. هذه الجمعية التي ابتدأت جمعية محلية سنة 1975 اليوم تغطي مساحة الوطن بأكثر من 97 فرع على الصعيد الوطني. طبعا الفرع ديال الشعلة عنده تراكم محترم على مستوى التأطير ديال الشباب والطفولة كذلك، وفي هذا السياق اختار انه اليوم يدشن يعني الموسم الثقافي والتربوي بهذا الحفل اللي استضفنا فيه عدد ديال الفرق الموسيقيه وعدد ديال الوجوه شابه من عالم الفن والغناء وايضا من عالم الرياضه، واخترنا كذلك تكريم وجوه لها اضافه نوعيه في المشهد الثقافي والتربوي ولها عطاءاته على اكثر من صعيد، ولهذا نعتبر ان هذا الحفل هو حفل مفتوح يعني لجميع الفعاليات ديال المدينه، هو حفل تدشين الموسم الثقافي والتربوي، هو ايضا حفل لتكريس ثقافه الاعتراف، لان بهذه المدينه هناك نساء، هناك رجال، هناك شباب لهم بصمات مضيئه على المستوى المحلي، ولنا وعلينا واجب ان نكرمهم وان نحتفي بهم. دايزة هاد السمية في راسي من دار طارق. والله ما عرفتيش العثماني؟ لا مكلخ، الله إلا مكلخ. علاش؟ ملي كتحرروني كيخرج الماء، ملي كتضربيني كيتسد الماء. تبارك على الأنكازا كيشعل الضوء. خلي بهم تبارك على الأنكازا، تعاود تبارك على الأنكازا. ما عرفت شكون هذا العثماني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زهيرة بميرة، فعيلة جمعوية ومصممة أزياء، مصممة الناس كيعرفوني مصممة أكبر قفطان في العالم. الوجود ديالنا اليوم مع
في هذا النشاط الثقافي الفني مع جمعيات الشعلة. كنتشرفوا به وكنتشرفوا أننا موجودين معهم، وهو فرصة الجديد تواصل مع الإخوان ديالنا وصلة الرحيم أيضا مع مجموعة من الفعاليات الجمعوية وكذلك مع الإخوان ديالنا والأخوات في جمعية الشعلة اللي كيرجع لهم واحد الفضل كبير في تكوين وتدريب مجموعة من الشباب على في إطار مجموعة من الأنشطة وكذلك على مجموعة من المستويات سواء على المستوى الثقافي ولا الرياضي. ولا هي جمعية صحيح أنها جمعية قديمة وتقريبا يعني تربوا على ايديها مجموعه من الكفاءات، ومدينه اسفي الحمد لله تشهد دائما انشطه كبيره من هذا الباب، وكذلك يعني اعطتنا فعاليات كبيره، اعطتنا رجال، اعطتنا مفكرين، اعطتنا مبدعين، اعطتنا مثقفين. فما زالت هذه الام الولود هي أسفي، وكنفتخر بانتماء ديالنا لهذه المدينة، كتعطي وما زالت تعطي وكتطلب منا أيضا كذلك المزيد يعني من العطاء احنا كفاعلين جمعويين.